ليس هناك ما يضاهي ضبابية الأخبار الآتية من سوريا سوى ضبابية المشهد السياسي المعارض في بلاد البعث. فبعد 5 عقود من حكم حزب البعث وقانون الطوارئ، منها 40 عاما مما تسميه المعارضة حكم عائلة آل الأسد، وقرابة 20 عاما على القانون رقم 49 الذي يجعل من الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام، بعد كل ذلك لا تعود المعارضة بمفهومها السياسي أمرا قابلا للحياة. بعد مجزرة حماة عام 82 التي راح ضحيتها الألاف من السوريين، تأخر الحراك السياسي المعارض الملموس طويلا ليطل من داخل الأراضي السورية. تأخر حتى عام 2005 تاريخ التوقيع على وثيقة إعلان دمشق التي طالبت بإنهاء حكم أسرة آل الأسد واستبداله بنظام ديمقراطي. وقع على الإعلان التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي ولجان إحياء المجتمع المدني والجبهة الديمقراطية الكردية وحزب المستقبل واللجنة السورية لحقوق الإنسان وشخصية مستقلة من بينها هيثم الصالح، عارف دليلة، ميشيل كيلو، حسن عبد العظيم، فداء أكرم الحوراني. أما جماعة الإخوان المسلمين التي يحضرها القانون فقد أيدت الإعلان قبل أن تعود وتنضم إلى جبهة الخلاص التي أسسها نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي انشق عن النظام. ولكن جبهة الخلاص التي أسست عام 2006 سرعان ما تلقت ضربة قاسية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين انسحابها من الجبهة عام 2009 بفعل الخلافات المستعرة داخل الجبهة. قسوة خروج الجماعة من الجبهة التي تتخذ من الخارج مقرا لها بخلاف إعلان دمشق تأتي بالضرورة من كون الحديث عن معارضة في سوريا لا يمكن أن يستقيم من دون الحديث عن الإخوان المسلمين، التنظيم السني الأقوى في بلاد البعث العلمانية التي يشكل السنة قرابة 70% من سكانها. غلبة ديموغرافية لم تجد لها مكانا في مراكز القرار التي يسيطر عليها العلويون بحسب ما تقول المعارضة الإخوانية في سوريا، وهو ما من شأنه أن يفسر طغيان النزعات الطائفية على الاحتجاجات التي تغطي الأراضي السورية. ولكن ذلك لا يعني قطعا أن الاحتجاجات انحصرت على نحو أساسي في المناطق السنية أو أن الحراك ارتبط بشكل حصري بالجماعات الإسلامية. فالاحتجاجات انطلقت من قلعة البعثيين في سهل حوران في درعا ذات الطابع العشائري والمتنوعة على المستوى الطائفي والمذهبي، وإن كانت الغلبة فيها للطائفة السنية كما هي الحال في معظم المحافظات السورية. أما في مدينة اللاذقية التي شهدت احتجاجات دامية لا تقل عن تلك التي شهدتها درعا فالطائفة العلوية تشكل غالبية سكانها، فيما يتراوح الحراك المعارض على طرفي نقيض ما بين الشيوعيين وأنصار رفعة الأسد الذي أشرف على مجزرة حماة قبل أن ينشق عن نظام شقيقه مع نهاية الثمانينيات. في القمشلي حيث الأغلبية الكردية وحيث الاحتجاجات والتظاهرات ليست أمرا طارئا لم تتطور الأمور على نحو دموي واسع النطاق. أما في بنياس فيطغى الطابع الإسلامي على الاحتجاجات بشكل واضح، ولا عجب في ذلك ما دامت التركيبة الديموغرافية تشير إلى غلبة سنية واضحة. الحال نفسها تنطبق أيضا على حمص التي تقطنها أقلية من العلويين وحماة المعروفة بأنها إحدى قلاع جماعة الإخوان، والرقة ودير الزور حيث الطابع السني الصرف. على أن اللافت هو أن جميع هذه المناطق ذات الطابع السني الواضح لم تشهد احتجاجات دموية أقلهم مقارنة بنظيراتها من المحافظات المختلطة. تبقى حلب حيث تقتل أكبر نسبة من المسيحيين الأرمن، وهي أيضا شهدت احتجاجات لم تخرج عن الطابع السلمي. أما دمشق فتركزت الاحتجاجات في ضواحيها وعلى نحو ندق في دوما المعروفة بكونها قلعة الناصريين. هو الطوفان في بلاد البعث يتحقق بعد وفاة مخرج فيلمه عمر أمير لي. هو الطوفان الذي تحقق من دون معارضة قابلة للحياة.